ودوستويفسكي واسم الرواية ثم لا يذكر اسم المترجم. أيضا هذا سؤال كبير، لكن لم نجد أن هنالك من فكر بأن الترجمة دورنا أن نترجم أعمالنا إلى اللغات الأخرى. لذلك هذه تجربة رائدة جدا في هذا المكان، وحييهم عليها أن نترجم هذا العمل، أن نترجم أفضل ما لدينا إلى اللغات الأخرى. لماذا؟ لأننا نتوقع ربما بأن هنالك جيشا من المترجمين ينتظرون دورهم لترجمة الأعمال العربية إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، كما أن لدينا جيشا من المترجمين يقفون أو يهتبلون أي فرصة لترجمة النصوص العالمية الكبرى إلى لغتنا. نشكر الذين ترجموا اللغات الأخرى إلينا، هذا عمل جبار ودور، لكن ولا نطالبهم ولا نعتبرهم مقصرين إذا لم ينقلوا، لأن أنا أعتقد أنهما حرفتين أو حرفتان على الكوفية أو البصرية. أنا كوفي دائما، أنصب خبر أن أعذروني. طيب المدرسة الكوفية. إذن لكن فعلا هما لغتان ربما لا ينجح المترجم الكفؤ جدا في ترجمة من لغة إلى أخرى أن يترجم بالعكس، لكن يجب أن يكون لدينا جيش آخر يترجمنا إلى اللغات الأخرى. عمل الفريق طبعا كلام مهم جدا، وأعتقد بأن كما هنالك قرارات فردية هنالك قرار، نعم سيكون الأمر معقدا أكثر ولكنه سيكون نافعا أكثر. الدكتور عبد الرحمن وبعدين العفو. كلام جنابك عن الانر سينس او روح النص بالشعر، يعني الى اي مدى يستطيع المترجم ان يعني يعطي روح النص للقصيده مثل ما قاله الشاعر؟ انا ما اعرف، من خلال الحديث احس ان يعني المترجم صراحه عندما يترجم عمل شعري أعتقد أن يعطي نتاج جديد فيه الكثير من القصيدة الأساسية. شو رأيك؟ صحيح، أنا أعتقد ربما يعني النص يوحي أو العنوان يوحي بأن علينا أن نتخذ قرارا صارما جائرا أحيانا بين الوفاء للنص الأصل أو ضرورات التلقي. أنا وهذا ربما أستمحكم عذرا كان علي أن أقولها لوضع، أنا أرى أنه أمر بين أمرين، أننا يجب أن نحاول قدر المستطاع أن نكون أمناء للنص الأصلي، لأننا لا نريد أن نقترف قصيدة جديدة، وأنا أتكلم نقترف بهذا المعنى باسم القصيدة الأولى، فنظلم القصيدة الأولى أو نعطيها أكثر من حقها، لأننا إذا أتينا بقصيدة سيئة وجعلنا منها قصيدة عظيمة باللغة الإنجليزية مثلا والأصل بالعربية أصل ضعيف، هنا أعطينا شخصا أكثر من حقه، وهذا إفراط. وإذا أو نكون في مسألة التفريط، أننا نفرط بالنص العظيم من أجل ضرورات المتلقي، يجب أن يكون الأمر وسطا بين الأمرين. لكن في كل الأحوال لابد أن يكون نصب أعيننا أن النص الجديد مقروء وسلس ومحبوب من قبل القارئ الجديد، وإلا نختار نصا آخر. هذا ما فعلته كما قلت مع قصائد كثيرة لعدنان، قصائد رائعة، أتمنى أن ربما أنا أخفقت في ترجمتها، قد يكون هنالك مترجم أفضل يستطيع، ولكنني لم أقتنع بأن هذه القصيدة ستصل كما أوصلها عدنان إلى الكوفي والبصري والبغدادي والموصلي والتونسي. لا أعتقد أنها ستصل إلى البريطاني فتركتها. ولكن القصائد التي يمكن إيصالها يجب أن نفعل الأمرين. أنت على حق 100%، لن نكون أمناء 100% ولو أردنا في مسألة النص، وهذه مشكلة يعالجها، يعني هنالك حقول كبيرة في دراسة ترجمة النصوص الدينية وغيرها، الهرمانوتكس إلى آخره، كيف التأويل والترجمة. أحيانا يقول لك حرم ترجمة القرآن لفترة طويلة، يعني يقول لك أنت لن تستطيع ولو فعلت ما فعلت أن تنقل هذا الكلام، فكيف يعني؟ اعتراض وجيه جدا بل شرعي جدا. شكرا لك الأستاذ. الحقيقة بالأدب هو أصعب شيء يعني بالترجمة هو الشعر. نعم.
الرواية سهلة، القصة مو سهلة سهلة يعني أقصد، ولكن توصيل الفكرة أسهل من الشعر، لأن الشعر في إيقاع وفي موسيقى وفي أشياء يعني قد ما توجدها بالشعر الإنجليزي، لأن الشعر الإنجليزي أغلبها يعتمد على يعني تقريبا بلغة الموسيقى، يعني النغمة اللي توجدها بالإيقاع القصيدة. هنا سؤالي هل أنك حاولت أن تفهم القصيدة بمعناها وتعطيها روح إنجليزية، أو مجرد الكلمات بحثت عنها بمعنى هذه الكلمة تعني هذه الكلمة وهذه الكلمة تعني هذه الكلمة؟ هذا الشيء سؤال شخصي لك، ما أدري ليش أنت كنت يعني بالجانب السياسي تتحدث أكثر، تحولت واختاريت الأدب والشعر خاصة لصعوبته يعني، فهذه سؤالي. سؤال آخر على طرف الأمسية الشاعر فوزي كريم، باعتباره هو ممتلك اللغة الإنجليزية بشكل جيد، فأنا ما أدري يعني سؤالي إذا أحب يتفضل يجاوب، أنه هو إيش عجب ما يعني يترجم قصائده، ولو عفوا مو انتقاصا منك يعني، هذا سؤال إله يعني شخصيا، فليش ما هو ترجم باعتبار روح القصيدة موجودة عنده وهو يقدر يتمكن منها؟ شكرا جزيلا. سأترك لفوزي السؤال الأخير، ربما باستثناء نقول بأنه ترجم بعض قصائده ونشرت ويعمل الآن على ترجمة بعض قصائده، وتطفلت أنا على قصيدة القارات الأوبئة أهم قصائدي فأحرقتها، لا لن يستطيع أن يترجمها مرة أخرى لأنها ترجمت. لا فعلا يعني فوزي ترجم بعض قصائدي، ولكن أعتقد من الصعوبة جدا، أنا حينما ترجم كتابي عن ثورة العشرين إلى العربية ترجمه الدكتور حسن ناظم، لأنه مترجم عظيم، ولأنني قلت لنفسي إذا أنفقت سنة كاملة في ترجمة كتاب كتبته أصلا، في هذه السنة نستطيع أن أكتب كتابا جديدا وليترجم شخص آخر. هنالك أمور كثيرة في هذا. سؤالك المهمان الآخران، الترجمة الحرفية تتكلم عنها أنت، أنا أتي بالقاموس وأترجم كلمة لكلمة، هذا ليس ما أفعله، أنا أقرأ النص، أفهم النص، أعيد قراءة النص، أحاول أن أتخذ قرارا هنا أو هناك لترجمة ممكنة أو ترجمة ممكنة أخرى، كلمات في النص الجديد لا تكون لها مقابل أو لا يكون لها مقابل في النص الأصلي، والعكس صحيح، كلمات في النص الأصلي لن يعني رديفها في اللغة الأخرى لن يكون موجودا في النص، هنالك قرارات متشابكة ومتعددة كثيرة في النصين، والترجمة بشكل عام وليس فقط ترجمة الشعر، لا يمكن أن يتصور المرء أنه يأتي بقاموس وبنص وينقل الحروف، هنا ستكون لديه كارثة. إذن الأمر غير ما السياسة والشعر، الحقيقة تاريخيا الأمر حدث عكس ما تقول، أنا بدأت بالشعر وتحولت إلى السياسة ثم يعني اعتزلت الشعر مبكرا. يقال في كرة القدم أن اللاعب غير الجيد يتحول إلى حكم، والشاعر غير الجيد تحول إلى ناقد. ربما لم يكن لي أو لم يكتب لي أن أكون شاعرا جيدا، فقلت لنفسي لماذا أعذب البشرية بشاعر سيء آخر، فليأكل شيئا عباس كان طالب في كلية الزراعة، أرسل لي بيت هو طالب بالكلية يقول يأتون حمام العليل تشافيا وانا بحمام العليل عليله. لا يعني كثير من الاخوانيات كذا نكتبها في الفيسبوك والاخر، لكن حقيقه لا، انا يعني هذه مساله، لذلك انا السياسه والكتابه في السياسه هي مهنتي، هي حرفتي، انا درستها في الماجستير وفي الدكتوراه وقرات عنها ودرستها أكثر من 16 عاما. أما الشعر فهو أنا منذ الثالث المتوسط إلى الآن لم أترك الشعر يوما في قراءة وحبا وتفكيرا وتمثلا، الشعر يعني
أنا نجفي قبل كل شيء، نشأت في مدينة ليس فيها سوى المقبرة وعلي ابن أبي طالب واتحاد الأدباء والكتاب، فهذه المسألة لا توجد سينما، لا يوجد أي شيء آخر، فهذه حتى في أيامي الأولى لم يكن هناك تلفزيون. إذن لأخذ سؤالا أو ربما لأن لدينا بعض الوقت، ولكن أتمنى أن أيضا نحاول أن نقرأ نصين ثم لتروا المسألة العربي كيف ينقل إلى الإنجليزية، لأننا نتكلم نظريا، ولكن حبذا لو ترون أيضا كيف حدثت هذه الترجمة وأين انتهت. ولكن أتمنى أن نسمع شيئا، يعني هي جرأة مني من الأستاذ البياتي، ثم بعد ذلك أن نستطيع أن نأتي إلى السؤال الأستاذ. يعني حبذا لو كان هناك مايكروفون. العفو. نعم. ممكن نتكلم بصوت عالي. لا استعمل المايكروفون. يعني نتذكر مندور دكتور محمد مندور. نعم. وحديثه عن ثقافة الناقد الأدبي، ولا نتحدث عن ثقافة المترجم الأدبي أو غير الأدبي. يعني إضافة إلى امتلاك إلى حد ما لنقل نوصية اللغتين، المترجم يجب أن يتمتع بثقافة واسعة ويعرف حقا طبيعة اللغة المترجم منها وطبيعة اللغة المترجم إليها. أنا لا أنظر في القاموس إلا لكي أعطي للترجمة حقها، ولنتذكر أن القاموس ينفعنا لم يوم القاموس. هناك في كل اللغات تقريبا كلمات تعطي أكثر من دلالة. يعني أتذكر مرة قرأت نصا حول إلي وفيه حديث عن الطائرة الورقية باللغة الروسية، كلمة زنيي تعني الأفعى وتعني الطائرة الورقية. المترجم